اسعد الله صباحكم بكل خير. تحيه طيبه لاخوي الغالي ابو عبد الله الاستاذ محمد بن عبد الله الحوطي. نحن نقف اليوم عند احد مقرات شيخ الانديه السعوديه وكبير الانديه السعوديه. هذا المقر يعتبر اول مقر لنادي الشباب وذلك في عام 1370-71. في بدايه الامر النادي كان يعقد اجتماعاته في منازل المؤسسين ومن ثم في كراج الأمير العنون عبد العزيز. هذا المقر استمر فيه نادي الشباب ما يقارب 7 سنوات في فترة الأستاذ عبد الرحمن بن سعيد، وتعتبر فترة ذهبية، وحقق النادي خلالها 6 بطولات. في عام 71 حقق ثنائية كأس الملك المؤسس في بطولة نظمتها بلدية الدمام تحت مظلة اتحاد القدم الموجود انذاك في المنطقة الشرقية. كذلك نظمت بطولة في ارامكو في 71 وحققها نادي الشباب. في 72 كذلك حقق النادي وهو في المقر هذا بطولتين، اللي هي كاس سكة الحديد بتشريف الملك سعود، وكذلك كاس امارة المنطقة الشرقية. ومن ثم استمر النادي في هذا المقر حتى عام 76 حقق النادي كأس صاحب السمو الملك الأمير خالد بن سعود، ومن ثم كأس التآلف التي حصلت بين شباب الرياض والأولمبي وأهل الرياض والكوكب. حقيقة فترة ذهبية كانت للنادي في هذا المقر في فترة رئيسه الذهبي عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله حتى بداية فترة ترأس الأستاذ عبد الله بن أحمد. راح ناخذكم يا ابو عبد الله للمقر الاخر. في فتره قصيره كان هنا مقر في حوطه خالد، ما كانت فتره طويله حتى انتقل الفريق الى المقر الاخر في حي الشمس. الله يحييكم يا اخوان من جديد. هذا المقر يعتبر المقر الثاني لنادي الشباب بعد مقر شارع الظهيره اللي في حوطه خالد. هذا المقر الان نحن في حي الشميسي، تحديدا في شارع ام سليم. هذا المقر بدأ فيه النادي تقريبا من فترة 77 إلى 78 حتى انتقل إلى شارع البطحة، ومن شارع البطحة في 79 حتى 88 هجري انتقل إلى شارع العصارات حتى بداية عام 1406. هذا المقر خلال هذه الفترة ترأس النادي عبد الله بن أحمد، ومن ثم ترأس النادي صاحب السمو الملك الأمير ماجد بن سعود. حقق النادي خلال هذه الفترة ثلاثية الجزائر الخيرية في المنطقة الشرقية التي نظمتها أرامكو. ولكم جزيل الشكر والتقدير أبو عبد الله. الله يحييكم يا إخوان. هذا المقر الثالث لنادي الشباب. اليوم أصبح لقيتين هنا. هذا المقر في فترة رئاسة عبد الله بن أحمد، فترة الأستاذ إبراهيم مديني، الأستاذ عبد الله التويجري، وبداية فترة رئاسة الأستاذ عبد الحليم مشخص. حقق نادي الشباب خلال هذه الفترة كأس جلالة الملك 1380 وكأس فلسطين الخيرية 1388. استمر النادي في هذا المقر من 79 هجري حتى 88 هجري، ومن ثم انتقل إلى المقر اللي في شارع العصرات. الله يحييكم إخوان. هذا المقر الثالث لنادي الشباب، او عفوا هذا المقر الرابع لنادي الشباب اللي هو في شارع العصارات. هذا المقر بعد مقر الظهيره ومقر الشميسي ومقر البطحه، ومن ثم هذا المقر اللي موجود في شارع العصارات. البوابه الرئيسيه كانت في هذا الموقع، اليوم في محطه انتم شايفين هذه المحطه كانت البوابه الرئيسيه. هنا ملعب السله، و هذا السوق هنا يوجد مكاتب، والفريق هنا كان يؤدي تمارينه في ملعب الملز. الفخر والمجد ما هو بالسهايل، ما يجلى بالعزايم والمشورة، في ختام الوجبة فعول الدلائل، ساعة النشاط مكتم للحضور. انطلق شوط التحدي للأصايل، سبق في ساحة الركض مخبورة، روحت عقب العصر والظل
سبق وحق.